تعرف على الأسرار والمعجزات التي وضعها الله في النحل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، صدق الله العظيم. إن كل ما يوجد في الأرض سواء كان يسير أو يطير هو من خلق الله عز وجل، وتجلت حكمته في كل شيء، فلم يخلق شيئا بلا سبب ولا فائدة، فكل مخلوق يوجد حكمة وراء خلقه. واليوم سوف نتحدث عن واحدا من أجمل وأعظم المخلوقات على وجه الأرض، النحل. لقد أودع الله كثيرا من الأسرار في حشرة النحل، ويعجز علماء الغرب على كشف هذه الأسرار، بالرغم أن الدعوة للتفكير في أسرار النحل جاءت في القرآن الكريم. وليس غريبا أن يجعل الله في القرآن سورة باسم النحل، وبالرغم من أن حديث القرآن عن النحل في هذه السورة لم يزد عن آيتين في سياق السورة، فإنهما حملتا كثيرا من الأسرار والمعاني. وأوحى ربك إلى النحل، ثم جاء الختام بقوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وهي دعوة صريحة للتفكر في حياة النحل. ومن آخر هذه الدراسات ما نجح فيه باحثون في جامعة نوتنغهام ترينت البريطانية، حيث رصد وسجل أصواتا وذبذبات يطلقها النحل لتحفيز الأعضاء الكسولين أو صغير السن على العمل بسرعة أكبر، حيث توصلوا إلى أن هذه الأصوات تصدر عن الأعضاء القدامى أصحاب الخبرة للحفاظ على معدل نشاط الخلية عند المستوى المطلوب. وفور شعور النحل الخاملة بتلك الأصوات والذبذبات يعود إلى نشاطه، وأن النحلة التي تتلقى الصوت تدب فيها الطاقة وتستمر في عملها بنشاط أكبر، كما لو تناولت القهوة بحسب قول أحد الباحثين، مشيرا إلى أن معظم الأصوات التنبيهية تصدر ليلا، حيث تنشط مهام تحضير الطعام أو العناية بالصغار في الخلية. وقديما قال حكيم يوناني لتلامذته كونوا كالنحل في الخلايا، قالوا وكيف النحل في خلاياها؟ قال إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأقصته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفني العسل، وإنما يعمل النشيط لا الكسول. النحل يوجد منه نحو 20,000 نوع، استطاع الإنسان أن يرودها جميعا إلا نوعين لا يزالان يعيشان حياتهما الأولى في دول شرق آسيا، ومنها العملاق والمتقزم، مؤكدا أن النحل لديه قدرة فائقة على تمييز الوجوه بصورة تفوق قدرات البشر، بالرغم أن مخ النحل ربما أقل من 1 على 10,000 من مخ الإنسان، وهو ما يزيد من دهشتنا لنقف عاجزين عن تفسير علمي يوضح كيف يعمل النحل كل ذلك، سوى قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. كما أن النحل له لغته التي يتفاهم بها من الإشارة والحركة والرقص، فالنحلة فور عودتها بعد اكتشافها زهورا قريبة غنية بالرحيق تدور راقصة في حركة دائرية، وتخفق بجناحيها ثم تضع قطرة من الرحيق، فيأتي النحل العامل ليحفظ رائحتها ثم ينطلق إلى الزهور. فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة عن مسافة أكثر من 100 متر، فإنه لابد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبط، ولهذا ترقص على شكل دائرة يشقها خط إلى نصفين، وهذا الخط يشير إلى اتجاه الحقل الذي فيه الزهور، وهي سوف تمشي على هذا الخط وهي تهز بطنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة، وبطيئة إذا كان على مسافة كبيرة، وعيناها ستكونان دائما نظرتين إلى اتجاه الحقل. وعلى الفور يفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير الخط على يسار الشمس أو يمينها، وبنفس الزاوية التي رسمتها النحلة أثناء رقصها، فيصل إلى المكان تماما. وأحيانا قد تستغرق مدة استكشاف الرحيق عدة ساعات، قد يتغير فيها ميل ضوء الشمس، ومع ذلك تراعي النحلة عند وصفها كل هذه الاختلافات. وألهمها الله تعالى أيضا أن يكون عليها أميرا كبيرا نافذ الحكم، وهي تطيعه وتمتثل لأمره، ويكون هذا الأمير أكبرها جسما وأعظمها خلقة، ويسمى يعصوب النحل يعني ملكها. وألهمها الله سبحانه وتعالى أيضا أن جعلت على باب كل خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من الدخول إليها. وألهمها الله تعالى أيضا أن تخرج من بيوتها وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضل عنها،
ولما امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة؟ دل ذلك على الإلهام الإلهي، فكان ذلك شبيها بالوحي، فلذلك قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وهي تدل على التكوين الخفي الذي أودعه الله في طبيعة النحل، بحيث تساق إلى عمل منظم مرتب يليق بخلق الله تعالى.